اتبرع عشان نقدر نداوي قلوب أكتر. مركز أسوان للقلب الجديد مفتاح قلوب أكتر بين إيديك. مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، من القلب للقلب. جيتك من طرف فلان، تأتي للموظف تقول أنا جيتك من طرف مالك الشركة، قال لي آتي عندك لأجل تسجل لي المعاملة. كيف يتعامل الموظف ويعلم أنك جيت من مالك الشركة؟ فتأتي إلى الأسباب، تقول لها أنا جئتك من عندي مسببك. تخضع الأسباب، تنصاع، تملكها فلا تملكك. لكن إذا كانت الحاجة التي تطرأ عليك تجعلك تهرع إلى الأسباب وأنت محتاج إليها، الحقيني يا أسباب أنا في مصيبة، طيب بنشوف، تعال بكرة. شفت الموظف هذا اللي يعني تعال بكرة، لا روح اختم أول عند فلان، تروح تختم يقول لك لا باقي توقيع فلان، تروح للثاني ترجع له يقول لك لا الدمغة هذه ناقصة، تروح تجيب الدمغة الدوام خلص تعال بكرة، لأنك جيت مفتقرا إليه. الأسباب هكذا يا إخواني. فصاحب مقام التوكل عندما تأتيه الفاقة إلى السبب، بمعنى عندما تحمله الفاقة على الأخذ بأمر الله بالسبب، يذهب إليها ممتثلا أمر الله، فهو يأتيها من علن، من علن، يأتي الأسباب من فوقها ما تملكه. وعندما يأخذ بالأسباب لا ينشغل عن المسبب سبحانه وتعالى، لا تشغله عن الله سبحانه وتعالى. نعيد العبارة، هذه العبارة هي لب المجلس كله، لب مقام التوكل. قلبي ومفتاحه دول ملك ايديك، ومساء وصباحه بيسأل